خوتي خواتاتي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا على خير وبخير وتشاهدوا هذا الفيديو ان شاء الله في صحة جيدة ومبروك عواشركم. الله يدخل عليكم هذا الشهر ديال رمضان ان شاء الله بالصحة وبالسلامة، وباش كتمناو واللي كيتمنى شي حاجة يا ربي تحققها له، واللي مرض يا ربي اللي متشافيه في هذه العواشر. واليوم ان شاء الله غادي نفصل معكم واحد الكسيوة بتوب ديال المبرة، كما درت معكم واحد الكسيوة السيمانة اللي دازت الاسبوع اللي داز، وطلبتوا مني انني نحط لكم المزيد من الكسيوات ديال العيد. هنا عندي هذا الثوب، هذا كان شاطلي، درت فصلت منه واحد جوج قميصات ديال الدار، وشاطلي منه واحد 120، ومولاتو بغات دير به كسيوه لبنتها، قلت علاش لا ما نصورها لكمش باش تاخذوا فكره هكا للعيد. الى بهذا التويب هذا ديال المبرا اصلا راه رخيص، هاد الثوب هذا راه رخيص، كيدير شي 500 للمتر، 2 متر. غدير لكم هاد العبر اللي غندير انا دابا، هاد العبر اللي غندير، البنيته عندها 8 سنين، انا هذا واخا ما كاملش، المهم غادي نحاول نخرجو الحق الشاطلي شيطي اللي هنايا الطرف بوحده الطريفات، وشيطي اللي واحد الطريفات صغار، وهذا المهم الطرف الكبير هذا فيه واحد 1.20 متر، هذا منو غادي نخرج داك الصايه كلوش اللي غتجي لاصقه في الجزء العلوي. غادي نحيدو هذا الطرف هذا الكبير، وغادي نجيب هذا الطريف هذا الصغير باش غادي نخرج منه الدوفات الفوقانيين. صافي انا طويته هنا على 4 كما كتشوفوا معايا، هنا راه عندي على 4، وغادي نفصل من هنايا، غناخذ العبار ديال الكتاف ديالي، عندي في الكتاف 17، وغنزيد سنتيم ديال الخياطه. طب اش راه ما كيبانليش، انا جبت طابع شي ابيض باش يبان، وغادي نهبط هنايا 2 سنتيم في الكتاف، تعرفوا العبار الصغير كنهبطوا فيه 2 سنتيم، الدوره ديال التركيز انا هبط هنايا 17 باش ما تجيناش كبيره بزاف، حيت غتجيها لاصقه الكسيوه من جهه التركيز. هنا قبالتها غادي نخرج نفس القياس اللي خرجت هنا، غادي نخرجو هنايا صافي، وغادي ندير خط، غادي نطلعو لهنا، الأحسن ديرو مسطرة. والصدر عندي 17، نزيد سنتيم ديال الخياطة، هنا غادي ندير الدورة ديال العنق ديالي، نديرها ندير فيها 6 ولا غير 5.5 باش ما تجينيش محلولة صافي، وغادي نهبط بجوج سنتيم ندور هكا على هاد الشكل. عندي هنايا 30 في الهبطة ديال الحزام، وغنزيد سنتيم، الحزام عندي فيه 15، نزيد سنتيم هي 16، غنجيب البيستولي غنحطها هنايا، هكا على هاد الشكل، غنطلع هنا واحد 4 سنتيم، وغادي ندور هكايا، صافي. هنايا غادي نحيد واحد باش ندير له داك التقويره ديال العنق ديال الدوره ديال العنق ديال الرقبه،
هنايا غادي نهبط 5 سنتيم، باش ما يجينيش العنق محلول. غنديرو داير وغادي ندير له داك الساعه البيي. وهنايا غادي نقص من جهه التركيز ديال الامام، حتى هو غندخل فيه 1 سنتيم هنايا، وغادي نخرج هنا زيرو، وغادي ندور عاود من هنا ونخرج زيرو. صافي هذا هو الامام ديالي، غنحيدو دابا وغنجيب الطرف هذا منو غادي نخرج الصايه. هاد الطرف هذا هو الطول ديالو، هذه هي الحاشيه كما شفتو، جبناه هكا وطوينا على جوج. فهمتي هاد الموبرا هادي راه كتكون فيها اكثر من متر ونص في المنكب، كتكون وافيه في المتر ديالها في المنكب ديالها. فهمتي كنديرو هكا على جوج ونوليو نطويه عاود على 4. دابا راه عندنا هنايا نطوي على 4، هانتي هنا هذه هي الحاشيه طويه على 4، ها هما 4 ديال الحاشيات هنايا، وهنا مطويه عاود على عندي على 4، هنا مسدوده وهنا مسدوده. غادي نجيبها وهاد الجهه هادي عاود عندي مسدوده، غادي نجيب هاد الجهه هادي اللي مسدوده من جهتي وغادي نردها لهنا لهاد الجهه اللي مسدوده. هانتي باش غتجيني الصايه غتجيني دايره وغتجيني دايره وغتجيني مسدوده، ما غتكونش كاع فيها الخياطه. هانتي هنا مسدوده وهنا مسدوده، ها هي فين عندي الحاشيه التحتانيه هنايا، هذا التالي ديال الثوب نعلمو تما. دابا هنا راه عندي مطويه على 8. غادي نجي للدوره ديال الحزام ديالي، هنا 15 هي هذه، وغادي نولي نقسمها على جوج هكا، عندي 7.5، وغادي ندير 7.5 غنزيد نقص سنتيم واحد اخر. علاش؟ لحقاش هذا ملي كنقطعوه هكا داير كيزيد لنا فيه واحد جوج سنتيم كتزاد، غادي نزيد نقص واحد سنتيم، عندنا 7.5، غادي ندير هنايا 6.5. ها هي فين علمت، فهمتي هنايا، وغادي نجي ها هو هنايا خط مستقيم، وغنجي لهنا الوسط ديالو وغادي نهبط واحد السنتيم هنايا. صافي وغادي نجي هكا وغادي ندور على داك السنتيم باش تجيني دايره. غادي نحيد داك 30 ديال الحزام الفوق هنايا، ها هي 30، غنشدها هنايا وغادي نعبر شحال غادي ندير في الصايه ديالي. انا غندير فيها غندير ده الطول اللي عندي كامل، غتجيني فيه 82، غنديرها كامله، ها هي فين عندي 82، يعني الكسوه كامله غتكون فيها 82 بالخياطه بكلشي. هاي ها 82 غنبقى غاده بها هنايا كنعلم، ما نحركش من هنا هذا السنتيم. كما شفتو هادي هي الصاية ديالي كتجي على هاد الشكل. دابا غادي نحلها، هنايا راه عطاتني على 4، وغادي نولي نحلها على 1، كتجي على هاد الشكل، هذا كتجي كلوش بزاف هكا ملي كنطويوها على 8. فهمتي هذه هي الدورة ديال الحزام ديالي. دابا غنحيد هادو بجوج وغنشوف الكمام من غادي نخرجهم، نحاولوا نخرجوا لهاد الكسيوة مع الطريفات هادو.
الطريفات اللي شاطولي هنا من الصايا، منهم غادي نخرج الكمام ديالي. نشوف الجهه اللي عريضه غادي نحاول نخرجهم منها. صافي هادو راهم هنايا كافيني كميمات. هنايا غادي نعبر التركيز ديالي، انا عندي هنايا فيه 20، ها هي غنجي لهنا غادي نهبط 7 سنتيم، ندير بعدها خط مستقيم. الثوب هنا راه عوج وغادي نجيب هاد الخطاطه فين علمت هنا 7، غنجيبو غادي نصيرو مع هاد النقطه هادي. الطول ديال الكمين عندي فيهم عندي 48. غادي نزيد 2 سنتيم ديال الخياطه هنايا. صافي وغادي نصل هاد النقطة مع هاد النقطة. الدراع عندي فيه 13، هي هاديك راه هنايا عندي 13. هنايا غادي ندخل غادي نقسم بعدا هادي على جوج وهادي على جوج وهادي على جوج، وغادي نخرج هنا سنتيم وغادي ندخل هنا سنتيم هكا. غادي ندورو غير بيدينا، هادي راه ضروري هاد السنتيم هادي باش ما كيجيش الكسوه من تمايا تجي مبوقه. هادو هما الكميمات ديالنا، راه كيجيو لاصقين هادو ما غاديش يجيو واسعين. هذه هي الكسيوه ديالنا فصلناها دابا، ديك الساعه غادي نشوف ان شاء الله شنو غادي ندخل فيها، واش ندير لها دونطير في الكحل ولا ندير لها وريضات. المهم ديك الساعه ان شاء الله نشوف في الخياطه اللي دخلتو، راه غادي نخيطها معكم وتشوفوا الطريقه ديال الخياطه.